إذن بخصوص أزمة المقدادية، في ظل استمرار تهجير الأسر هناك من قراهم، معنا هاتفيا من بغداد الصحفي عبد الله الفراجي، مرحبا بك. إذن باعتراف وزارة الهجرة والمهجرين، فإن عدد الأسر المهجرة من قرى المقدادية ازداد ليبلغ أكثر من 300 أسرة. هل لا تزال الانتهاكات مستمرة وسط هذا التعتيم الإعلامي على ما يحدث في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى؟ وهل يعني بحسب توافر المعلومات لديك، هل الأعداد المذكورة في بيان الوزارة دقيقة؟ حياك الله وحيا الله مشاهدي قناتكم الكريمة. طبعا الأعداد هذه فقط المسجلة في لجنة اللاجئين في الوزارة المعنية. المهجرين أو النازحين قسرا من قرية نهر الإمام والقرى المجاورة المحيطة بهذه القرية تقريبا أكثر من 500 عائلة أو 600 عائلة. قرى الميثاق الأولى والميثاق الثانية وقرية نهر الإمام وجزء من قرية رشاد النازحين السنة. طبعا النازحين توزعوا إلى مدينة معقوبة، نزحوا إلى مدينة معقوبة وإلى قضاء خانقين شرقا وإلى كلار، وقسم منهم إلى ناحية رتبة. للآن الوضع كما هو عليه، جرى حرق منازل أول أمس، عدة منازل في قرية نهر الإمام، وتم التجاوز على عدة منازل أخرى بالسرقة والتدمير، سواء تدمير الممتلكات أو تدمير المنازل، حرق المنازل. بالأمس عينت الحكومة العراقية مدير شرطة جديد ومدير عمليات جديد لمحافظة ديالى، وهذا يبدو أن هذا توعد المدير الجديد، توعد بالانتقام وتوعد بقطع اليد لكل من تدول له نفسه بالعبث بأمن المحافظة أو السرقة. عمليات السرقة مستمرة، سرقة ممتلكات وماشية أهالي القرى المهجرة. للآن لا توجد فقط معلومات على أنه مدير الوقف السني او رئيس الوقف السني السيد سعد قنبش اتفق مع رئيس الوزراء مصطفى كاظمي على بدء ترميم وتعويض اهالي قريه نهر الامام لبدء عودتهم الى منازلهم. نعم، ولكن هذا يجعلنا ان نتساءل عن الدور الذي تؤديه قوات الجيش والشرطه في اثناء هذه الازمه و ما قبل هذا التغيير في قيادة الشرطة، في ظل استمرار انتهاكات هذه الميليشيات على الأهالي العزل هناك. القوات الأمنية بكل صوتها بما فيها قوات السوات الفرقة الذهبية التي تتبع إلى رئيس الوزراء وترتبط مباشرة بمكتب رئيس الوزراء، كان شاهد الزور فقط قامت بنقل النازحين، قالت لهم بالحرف الواحد: نحن لا نستطيع حمايتكم من هذه العصابات المسلحة، فأخرجوا من منازلكم علنا بعد عدة أيام نستطيع إرجاعكم. قوات الجيش وجزء من قوات أنافر فوج سوات لمحافظة تابع المحافظة ديالى قام بنقل النازحين من قرية نهر الإمام إلى قضاء بعقوبة مركز محافظة ديالى. أغلب القوات الأمنية كانت أما متواطئة أو متخاذلة، لأن الميليشيات لها اليد الطولة كما تعلم، خصوصا الحزب الشعبي والعصابة التي ترتبط به كميليشيا عصابة أهل الحق والسلام السلام وميليشيات عدة أخرى لها اليد الطولة في الملف الأمني، وهي من تسيطر على الملف الأمني. وخير مثال على زيارة حزم الأراضي، وكان هذه الزيارة حيث كان عفوا سيد عبد الله، يعني هذه الزيارة إلى أي مدى يمكن الربط بين زيارة الأعرجي أو زيارات متكررة عموما لزعماء الميليشيات لهذه المحافظة المنكوبة ديالى، ونربط بينه وبين التصعيد المستمر لأعمال التهجير والتجريف؟ ولماذا هذا الاستهداف لهذه المحافظة، يعني لتهجير أهلها؟ أولا هو طبعا الإيرانيين يعتبرون ديالى هي مجرد يعني هي مسألة أمن قومي للداخل الإيراني. طبعا الميليشيات تحاول تغيير الديموغرافي لقرب هذه المحافظة من الحدود الإيرانية. طبعا الميليشيات هناك تأتي فسادا،
هؤلاء الميليشيات مرتبطة بعناصر سياسية في بغداد. طبعا توجد مناقشة بين أعقاب الحق وبين سرايا السلام وبين بدر طبعا وبين عدة فصائل أخرى للسيطرة على هذه القرى لاتخاذها ربما قاعدة عسكرية أو معسكرات في المستقبل كجثة صخر. هم يريدون التغيير الديمغرافي، هم يريدون منطقة منزوعة السكان. هذه المنطقة تحتوي على عشرات القرى، هجرت أخيرا، ربما سيتنافسون على السيطرة عليها. هذا الأراضي ذهب لكي يقول نحن أولياء الدم، نحن من سيأخذ بثأر هؤلاء القتلى. ونسي هذا الأراضي ونسي هذا العامري بأن القرى المجاورة دفعت 11 أو 15 قتيلا، كلهم أبرياء ذهبوا وهم في منازلهم، وجلهم من الأطفال والنساء والشيوخ. طبعا هذا يدل على زيارة العامري وزيارة حازم الأعرجي وتوجيه أوامر لمحافظة ديالى مثنى التميمي. هذا يدل على مدى سيطرة الميليشيات على القرار الأمني في محافظة ديالى وفي العراق عامة. واضح. نعم، إذن أشكرك الشكر الجزيل، صحفي العراقي من بغداد هاتفيا عبد الله الفراجي.